في ملف آخر وفي تصريحات للشرق، حذر مدير إدارة مياه النيل بوزارة الري السودانية عبد الرحمن صغيرون من خطورة الملء الثالث لسد النهضة، وأوضح صغيرون للشرق أن حجز المياه في يوليو وتمريرها في أغسطس مع قمة فيضان نهر النيل الأزرق سيؤثران بشكل كبير على المنطقة بين محطة الديم الحدودية مع أثيوبيا إلى خزان الروسيرس. وتوقع المسؤول السوداني أن يتجاوز الإيراد 500 مليون متر مكعب في اليوم، وهو معدل يتجاوز الإيراد العادي والذي يبلغ نحو 150 مليون متر مكعب في اليوم. أيضا أعلنت الحكومة الأثيوبية رسميا عن اكتمال التعبئة الثالثة لسد النهضة وتشغيل التوربين الثاني من أجل توليد الكهرباء بحجم 22 مليار متر مكعب. رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد قال أن اكتمال عملية بناء سد النهضة سيحقق فوائد اقتصادية لمصر والسودان وأثيوبيا. وأشار أبي أحمد إلى أنه بعد إتمام عملية الملء تخطط الدولة لبيع الكهرباء للدول المجاورة. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمواكبة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا دينا فياض.